من كمش الطموح تقطر الحلم وعرج من بين المربيات والحلو وأكل البيت اللبناني ليرسم مشروع جديد بميشيغان. ببساطة هي فكرة السيدة اللبنانية مروة الشغوف الطموحة لأبعد حدود يلي شقت بإيديها مشوار لمطبخ حلو فريد من نوعه، ومن أكل البيتوت الأصيل تحقق الحلم وصارت جارة القمر مملكة بميشيغان. هون اجتمعوا الشغف والمحبة والإصرار، وكان التحدي والنفس الطيب مثل ما كنتوا تخبرونا. جارة القمر انتقل من صورة وفكرة وطبق أونلاين ليفتتح بيت الحلو اللبناني يلي تورثناه جيل بعد جيل. مربيات ومعجنات اشتقنا لها، ولكن بلمسة مليانة حب وحنين. هالمكان مملكة مشبعة بالحلا ليكون مرسال حب لبناني بديربون هايتس. والحكي هون بالفيديو مش مثل الشوفي، يوم السبت 4 ديسمبر الساعة 5 بتوقيت القمر وجارته. خلال سنة انطلقت من البيت وبفضل الله تحقق الحلم، وكان هيدا المكان الحلو يلي بليق فيكم. ناطرينكم.